يقول الله سبحانه لفظ الله هو أعظم الأسماء، فهل تكرار اللفظ الله الله هل يعتبر من الذكر المشروع؟ هذا ذكر الصوفية، هم اللي يقولون الله 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 يعتبرونه ذكر، ما يقول لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه، ما يأتي بالجمل، يأتي باسم مفرد الله الله الله. ولا بعد خواصهم ما يقولون الله، يقول هو 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 إلى آخره. نعم. ولما سئل عن هذا بعضهم قال أخاف أموت ما كملت، لو أقول لا إله إلا الله أخاف أموت ما كملتها. أي نعم، أي يقول لهم الشيطان كذا. نعم.